اتصور شو دابا القصه ديالهم، ديال واحد جوج بنات كانوا باغيين يمشيو يتساراو في بنما. بنما واحد المنطقه اللي قريبه من امريكا، اللي كاينه في امريكا الجنوبيه. كانوا باغيين يمشيو يتساراو ويدوروا واحد النهار ولا واحد اسبوعين في ديك المنطقه. اول حاجه كانوا داروا هي بغاو يستكشفوا واحد الغابه كاينه في ديك المنطقه. هما كيدوروا في ديك الغابه غبروا تقريبا لمده 60 يوم وغابرين في وسط ديك الغابه، تختفوا وما عرفوش لهم اثر نهائيا. السبب انهم بقاو كيدغلو، بداو كيدخلوا كل مره كيزيدوا يدخلوا في ديك الغابه. ملي كانوا غادي يمشيو كانوا بداو معاهم واحد الكلب، واحد الكلب اللي كان ديالهم وكان وافي. والغريب في الامر ان ديك الكلب داز واحد النهار تقريبا ويومين وتم راجع الكلب وخلاهم هما تما بوحدهم، ما عرفوش اثر ديال الكلب، ما عرفوش الكلب ما ردهمش كاع المنطقه فين كاينين. بداو كيقلبوا لمده 60 يوم. هالستين يوم الشرطه كانت كتقلب كاع الجهودات اللي عندها، حتى من امريكا كانت كتقلب الطيارات بالعسكر كانوا كيدخلوا ديك الغابه باش يقاوها. الناس كيديروا حالات استكشافيه في ديك المنطقه باش يقدروا يلقاو البنات ولا يعرفوا مين دازوا ولا فين كاينين بالضبط. في نهار 60 ديال الغبور ديالهم كانت واحد المراه كانت كتغسل ولا كتصبن وحده واحد الواد ويتقى واحد الحقيبه حدا ديك الواد، فاش كتجري هز ديك الحقيبه ملي رجعات شافت ان عندها شي حوايج ديال البنات، عندها الحوايج ديال جوج بنات. ديك الساعه تاكدت بان هاد الحوايج اللي كانت تما ديال ديك الجنات اللي اختفوا، لان الخبر ديالهم تنشر في بنما كامل. ديك الساعه زو ديك الحقيبتين وداهم الشرطه. الشرطه بداو كيقلبوا ديك الحقيبتين وبداو كيشوفوا شنو فيهم، كاميرا والحوايج ديالهم. حوايج ما عندهمش هدف فيهم ولكن عندهم هدف تليفون وكاميرا. دخلوا شافوا التصاور اللي كاينين في الكاميرا، والتصاور اللي كانوا في الكاميرا كانوا في الاول عاديين، تصور عاديين كيصوروا راسهم غاديين، ولكن شويه بدا كيتعقد الامر. شو بداو كيتصوروا شي تصاور اللي ما عندهم حتى معنى، بحال اللي شفتوا في الاول تصور ما عندهم حتى هدف غير هكاك مصورين. وخرجت نظريه على التصاور انهم كانوا كيسمعوا شي اصوات، وبداو كيضربوا في التصاور باش يطلق الفلاش وباش يشوفوا واش كاين شي واحد، شي واحد ديك المنطقه، لان كاين وقيله شي واحد كان قريب لهم ديك اللحظه ولا ملي كانوا كيصوروا. فالتصور ما عندهم حتى معنى، والتصور جاو شويه مرعبين لان ما عندهمش هدف نهائيا. التليفون قالوا بانهم كانوا كيتصلوا بالشرطه تقريبا 100 مره، هما كيتصلوا بالشرطه كل نهار، كيتصلوا بزاف المرات كيتصلوا بالشرطه ولكن ما كشدوهمش خط نهائيا. ماشي الشرطه ولكن هذيك الغابه اللي كانوا فيها ما كانش كيشد فيها الريزو باش يتصلوا بالشرطه. في واحد اللقطه قالوا بان التليفون ديالها ديال التليفون ديال البنت، لان بقى غير تليفون واحد اللي قاو، كان كيبقى يتحل بزاف المرات الكود، وكانوا كل مره كيبغيو يحلوا الكود وما كيلقاوش الحل. خرجت عاوتاني نظريه اخرى على هذا الشيء، بان ديك البنت وحده منهم ماتت من التليفون ولا مشات ما بقاتش معاها، والاخرى اللي بقات كانت كتبغي تفتح التليفون باش تصل بالشرطه ولكن ما كانتش كتبغي تفتح لها، وكانت كتعاود كل مره وتكرر تطيح في الكود ولكن ما طاحش في الكود نهائيا. المهم القصه راح السابق ما لقاوش لها هدف. دا 7 سنين على هذه القصه والغبور ديال الجنات، ولكن ما لقاوش لهم ما قاومش نهائيا وما عرفوش فين مشاو. لحد الساعه باقي الشرطه كتفتح، ولحد الساعه باقي الملف ديال البنات مفتوح باش يقلبوا واش يقدروا يلقاوهم في ديك الغابه ولا لا. لدرجه ان 7 سنين انسان يقدر يدور الغابه كامله ولكن ما لقاوش لهم اثار، قالوا واقيلا تختطفوا ولا وقع لهم شي حاجه. الغريب الامر اللي قوا ان قوا بعض الاثار ديال الانسان ميت تمايا، بعض الهضوم وداك الشيء، فقالوا واقيلا ماتوا اما تختطفوا اما شي حاجه. فاعطيني الراي ديالك شنو يكون يقدر وقع هاد البنات. خرجوا بزاف النظريات ولكن ما كنتش نبارطاجيهم معنا، فاعطيني انت الراي ديالك كيهمك وكيهمنا كاملين باش نشوفوا النظريات اللي خرجوا ونقدروا نخرجوا بشي نظريه صحيحه. هذه القصه نتاع اليوم، خلي معك واحد قلب واجد الكونت وتهلا لي براسك.